السلطة الاقتصادية كنوز. بس العجيب على فكرة إذا بتلاحظوا إنه السلطة الإشي اللي بضحك إنه السلطة المادية في إيد كانت واحد من بني إسرائيل. شوفوا اللي بيحصل اليوم برضو، السلطة بين اليهود والمال، المال اليهود. بس ما وقتها هون كان بني إسرائيل ما كانوش يهود بعدهم، كان بني إسرائيل ما كانوش بعدهم يهود. بس الغريب إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. طيب من قوم موسى وغني وغني كثير بهذه الطريقة، كيف بيصير الأمر؟ هكذا نشوف كيف بيصير الأمر. لكن جيد إنه نلاحظ إنه كيف اليم السلطات سبحان الله. لما القرآن تعرض وراح تلاحظوا وهكذا نشوف، إذا بتذكروني ما أنساش، ما هو في آية ثانية إيش قال؟ لا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى في آيات قال فرعون هامان قارون اجتمعوا الثلاث، رأس الدولة رئيس وزراء والمنفذ العملي وقارون المال. لاحظ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. إذن قارون مستهدف بالرسالة. إذن هذه فعلا القوى الموجودة في دولة متكاملة العناصر كدولة، تمام. والغريب انه الجانب الاقتصادي من 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 مين؟ من بني اسرائيل. هلا هالموافقه اللي في عصرنا هذا والدول اللي بتجد اليهود متحكمين في الجانب المادي الاقتصاد. وكما قلنا انه هون واضح انه مرسل. اذا برد عيد الايه ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى مين؟ الى فرعون وهامان وقارون. ما وين الشعب المصري؟ هناك بيرسل قوم صالح وقوم يعني عاد وثمود وقوم لوط. هون انتبهتوا للدولة، الدولة والآن اللي بيملك المال من بني إسرائيل. إن قارون كان، طيب لاحظوا إيش كيف ترتبت إلى، لأنها الرسالة إلى فرعون شيء طبيعي هذا رأس الدولة، وهامان رئيس وزراء، وقارون السلطة الاقتصادية. وإن كان هذول الاثنين اللي قبل بيستفيدوا من السلطة طبعا، ما هي مرات السلطة بتصير هي اللي بتجيب المال والمال بيجيب سلطة، ها خصوصا في برضو لحد اليوم السلطة بتجيب مال. خصوصا يعني احنا بنحكيش عن عمر بن الخطاب، مش عن عمر بن الخطاب احنا بنحكي، السلطة بتجيب مال والمال بيجيب سلطة يا أخوي. أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، معوش مصاري، تمام. كيف لما بيكون ما فيش هداية ربانية يعني والناس يعني طيب. ولكن في آية ثانية العجيب أنه قدم قارون، وقارون وفرعون وهامان. طب ليش هون في حالة الإرسال قدم فرعون؟ إشي طبيعي، اذهب إلى فرعون لأنه هو المقرر الأخير، تمام. فرعون وهامان وقارون، إذا قارون كان مخاطب وهو من بني إسرائيل، تمام. إنما في آية ثانية قارون وفرعون وهامان، قدم قارون.